الله نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف يا الشقاوة والطعامة والحلاوة يا 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 بعني وشبكني وامتلكني بالهداوة حلو مسكر زي السكر ده ده ايه اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده ايه اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة الطعامة ايه اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده ايه اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده ده غزال عمال يتمخطر وانت اهله بيتقال اكتر ويقول كان غيرك اشطر انا اللي رماني عليه ده غزال عمال يتمخطر وانت اهله بيتقال اكتر ويقول كان غيرك اشطر انا اللي رماني عليه ايه اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده ايه اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده إيه الود ودي قدري بقلبي وفنني وانغبت عنه البعد عنه يجنني الود ودي قدري بقلبي وفنني وانغبت عنه البعد عنه يجنني انا بعتي ده وخصمتي ده علشان عيون الحلو ده انا بعتي ده وخصمتي ده علشان عيون الحلو ده ده ايه اللي بيحصل ده شايفه ده ايه اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده ايه الحلاوه دي ايه الطعامه دي ايه الحلاوه الطعامه ايه اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده ايه اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده ايه اهلا 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 وحلقه يوم الثلاث بقى اللي ناس كتيره بتبقى مستنياها والنهارده عندنا كده في الريستوران اكل حلو قوي مع منامين واهلا وسهلا جمهور الجمهور ايوه حقيقيهم حقيقيهم كده هما بيحبوكوا قوي بقيت اشهر مني برضو نازله من بيتكم بالبروفايل من غير كده مش معقول يا منامين كل الفساتين قصيتها وخليتها كده وبتنزلي كده من بيتكم؟ لا بلبس البلطو عشان الدنيا وتيجي هنا بقى في الشارع تطلعي لي كده بسم الله ما شاء الله شارع محافظ عاملين لي اكل ايه النهارده؟ عاملين كبده بالصلصه الله عاملين البانت اسبانيا الايه؟ او البسيسه او فطيره الدر او لا لا بانت اسبانيا يس اه اللي هي البسيسه يس منوره في حاجة تالتة؟ في سلطة زبادي بالبتنجان منورة حبيبي ده قلبي بعد ما تخلص الحاجات اللي هي قالت عليها دي منامينو هنروح العيادة الأستاذ دكتور أحمد عبد الله مدير مركز دار الطب بعد كده نشوف حكايتها إيه بقى النهاردة ست سوسو سعاد سليمان أهلا ملكة جمال انا هجيب لك تاج على فكره في تاج هنا ممكن اجيبه لك عشان احنا مش سميناكي ملكة جمال الشارع تاج الجزيره بعد البوست ايوه
اللي ملايين دخلوا انت داخلي أيوة. على مليون ايوه قاعد يقول لك انت انا حلوه وانت جميله وانت اصيل يا شريف وذوق يا ريت كل الرجاله زيك اقول خلاص كفايه كفايه هتكلمي عن مين النهارده هنتكلم عن فارس الرومانسيه اللي هو فارس السيف والقلم يوسف السباع الله الاديب الجميل يا دوام. سلام دوام. كان راجل وكان قمر صحيح كان وسيم وسامه ولا ومخه كان وكتاباته سابقه عصره طبعا طبعا اهلا بيك يا سوسو اهلا بيك لو سمحت اعمل لها سحلب يا فادي سحلب وحط لها فيه شطه عشان هي محتاجه كده عشان هي بردانه عشان تدفي طبعا طبعا متشكرين بصراحه يعني النهارده كرم طيب. منتهى عندنا الكرم. بقى النهارده فاشن شو في حاجات رائعه وشايفين الفاشن ديزاينر واقفه ورايا من ورق شاوري للناس عامله حاجات تجنن والنهارده معانا ايمي رفعت اهلا وسهلا اهلا وسهلا ازيك يا ايمي ازيك يا شريف اخبارك ايه الحمد لله كله تمام تمام فل هو انت عندك كام سنه عندي 29 لا وعندي بنتين لا ده انا قلت انت لسه في الجامعه لا انا 29 سنه ما شاء الله يبقى اكيد باباكي وجوزك مدلعينك شويه بصراحه شوية؟ جوزي هو اللي مشجعني ومدلعني بصراحه هو يعني سبب كل حاجه ربنا يخلي لك العيله كلها هنشوف ايه النهارده بما ان انا اول مره التقي بيكي فمش عارف تعملي ايه بالظبط تمام احنا هنشوف كولكشن ربيع ومعاه كولكشن رمضان ميكس ميكس ده شيء لطيف بس منوره اهلا وسهلا بيكي مدام في فاشن شو يبقى اكيد إيه هي فين ايره اخوات ايره من غير ايره منورين الشارع اهلا وسهلا اهلا وسهلا ازيكم يا حلوين كله تمام كده انستازيا and what's your name أو يا اختيارك يا أولغا 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 and your name أليسا أليسا أوكي and فيكتوريا يا فيكتوريا ما عرفتكيش يا حقة شكلك متغير كده ليه منورين ذيك يا أولغا يا اختيارك يا لهوي طيب عندنا النهاردة كمان مزازيكي مع الأستاذ الكبير أستاذ حسام حسني اهلا اهلا بونسوار يا ولاد بونسوار معقوله لا 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 ايه الرد القوي ده سنافر الشارع سنافر الشارع لا بس انت مش سنفور لا هم 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 بالذات الواد اللي قاعد وراك ده هو عارف نفسه عارف وائل عارف مين هو الاستاذ الكبير يوسف السباعي اوه ايه بقى قول اي حاجه انا يعني عارف ان هو قديم او ايه كمان الصراحه مش معلوماته مش قويه وانا عارف كان وزير الثقافه وايه كمان ها كفايه كده بس قلت ان هو اديب دي حاجه يعني محسوب لك طبعا ده مجهوده طبعا ده مجهود رهيب وانا عارف انا عارف انا عارف ده مجهود طبعا انت عمرك ما قريت اي كتب من كتب طبعا لا خالص ما انا عارف برضه عارف طيب نشيد الشارع النهارده بيقولوا لي ان هم عاملين لي مفاجاه استاذ حسام بقى اترقى وبقى معيد قد الدنيا في معهد الموسيقى العربيه الموسيقى العربيه ما شاء الله كده ربنا يديله الصحه ويبقى في احلى المناصب فبيقول انا هحضر لك مفاجاه بمناسبه الترقيه يلا. غيرت في نشيد الشارع هنشوف بقى هيقول ايه دلوقتي مزيكا وبعديها ناخد فاصل بعد الفاصل نرجع لكم في رسالة مع منامين وخليكم معانا لو سمحتوا مزيكا تحت الشباك ولمحتك يا جدع بعدها وياك ما تقول لي يا جدع اذا عدت قصاد البيت ابوس رجليك ما تبص لفوق وتطفي الشوق امان عليك بص واتكلم ونام يا جدع يا سلام سلم على عينك يا جدع يا
شعرك اه يا عزيزة ده شعرك سلام جمال اه يا عيونك اه يا عزيزة ده عيونك عيون غزلان اه يا شعرك اه يا عزيزة ده شعرك شعر جمال اه يا عيونك اه يا عزيزة ده عيونك غزلان الحلو في البراندة شاور لي وبصلي والقلب في الزمان ده بسرعة بيتملي الحلو في البراندة شاور لي شاور لي وبصلي الحلو في البراندة شاور لي وبصلي والقلب في الزمان بسرعة بيتملي الحلو في البراندة شاور لي شاور لي وبصلي يا بتاع التفاح لون تفاحك راح بتجيب ست الكل يا بتاع الياسمين منين دهلك مين واحنا معانا الكل يا بتاع الرمان رمانك ده بلاد بص علينا وطل دي حورية يا ولا قولوا ليا يا ولا واشتقنا يا ولا اه يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 يا, يا, يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا رجعنا لكم مرة تانية. حد عنده سؤال استفسار أي حاجة يحب يشارك بيها معنا خشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك 24 شريف. كمان ممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام شريف مدكور تي في. النهاردة عندنا الأكل أطباق كده شكلها حلو وغني ريتش وحاجة جميلة خالص ومنا مينا ومنا ورانا. هلو هلو واتس أب جيرل كول يا مان. أنا قد لما شريف يقول لي كده عمال احفظ نفسي كول يا مان يا مش يا مان ايه يا مان دي انت مان كول مان كول مان مش يا مان ما هي دي عربي فرانكو عربي ما انت تقول انت عايز ايه ايوه كده بص اي حاجه احنا تحت امرك ماشي الهرم بتاعتنا والله تكسفنيش بقى تحرجنيش انت من العربي بتحرج خالص وشي احمر والحركات شايف وشي يا اخي عمرك ما شفتك وشي احمر ده انت بتدبي كل السواد حشاور تقولي ايه ده اوكي ايه ده دي كبده بالصلصه في كبده جوه يس هنا يس اوه فيري نايس وايه ده دي زبادي بالبتنجان بالبرنجان سلطه زبادي بالبتنجان مشهوره بالحاجات دي سلطاتك غير اي سلطات ايه ده دي بقى بانت اسباني هي دي هي بونت اسبانيو كيكه الذره سيره الذره بونت اسبانيو يس بتنطق بونت اسبانيو يعني كيكه الذره اسمها بونت اسبانيو بونت اسبانيو ويقال برضو عليها البسيسه هي دي البسيسه هي دي بونت اسبانيو طلعت البسيسه انا كنت فاكر البونت اسبانيو جاي من اسبانيا لا لا مش علاقه باسبانيا طلعت بسيسه 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 علينا يا اولاد البونت اسبانيو طلعت بسيسه طب انت عايزه تبتدي بايه بقى بالكبده بكبده عايزه تقولي مقادير اه طبعا طب بصي لهم وقولي هقول حبايبك اهو بيشاوروا لي كلهم حبهم حبهم احبهم يلا شرايح الكبده بالصلصه نص كيلو كبده كندوز شرايح كوبايه دقيق عشان اتبل الكبده ملح وفلفل كمون عصير ليمون او خل نص راس ثوم مفرومه عشان احمرها زيت عشان الصلصه زيت ونص راس ثوم مفروم وكوباية عصير طماطم ومعلقة صلصة طماطم واثنين حبة فلفل رومي مفروم وقرنين فلفل حامي وربع كوباية خل وملح وفلفل وكمون والتزيين بقدونس
بتضحكي على ايه؟ بضحك لاني مش شايفه الفلفل يا جيهان. فين الفلفل الرومي؟ فين الفلفل الرومي يا جيهان؟ بصي قاعده هناك قليله وحاطه ايه؟ اه قاعده بصي وشها بتقول لك بلا خيبه. بلا خيبه. طيب انا هلبس الجوانتي. شيشي نسيت الفلفل الرومي. وقعتك سودا هتخليكي زي الفرخه الرومي. صبرك عليا. بص يا سيدي اول حاجه هنعملها هنتبل الكبده. طبعا ممكن كبده بتلو ممكن كبده كندوز زي ما انتوا. حط عليها ايه التتبيله اهي الكبده اهي. هنحط عليها ثوم وخل وكمون كلهم. ادي ثوم وشويه ملح صغيرين. ادي الثوم وادي الكمون. هي صبرها علي. وادي الملح. ايوه. وادي الخل. الخل تمام اهو. بضربهم مع بعض. هنقلب مع بعض. الكب بتغسليها ولا ممكن اعمل بايديا؟ لا مش ممكن. اوكي انت لابسه جوانتي؟ اه لا بس اتس اوكي. بصي لونها اتغير ازاي بقى. عشان الخل. عشان خلو عشان كمية. المفروض يا جماعة ان انا بسيبها في التتبيلة دي بتاع ساعة. هتستوي في التتبيلة. التتبيلة دي بتخش في المسام. بصوا غيرت لونها ازاي. شوفوا كانت غامقة افتحت. هحطها لك في ايه بقى؟ انا بقى هغطيها بالدقيق وحمرها. دي من النوع ده؟ هي كده. دي كبدة محمرة. ادي الدقيق اهو. استني زي ما انت. في اي واحده في دي ولا في دي كبير دي ما تخليها في دي. لا دي هعمل الصلصه عشان ايه نعمل الاثنين مع بعض. انت عايزاها تبقى بتقدح جامد. انا سخناها على فكره من بدري والله. مش هت... انا هغير اللين اصلي عشان بس اشوف احسن. يبقى انا دلوقتي تبلتها بالخل والثوم والملح والفلفل والكمون هنا. ثانيه واحده. وبعدين سبتها نص ساعة أو ساعة يعني على ما تخلصي اللي في إيدك وتحضري حاجة الصلصة وتغطيها بالدقيق. أوكي. يلا يا شريف حطها بشويش بشويش. أحطها في الزيت. في الزيت. هو لسه ما قدحش. قدح شوية. هو لا قدح قدح. هي بتاعة البابلز اللي بعديها دي. احنا ليه ما عملناهاش في الطاسه ليه في الوك ليه مش في الطاسه الثانيه مش عارف. انت اخترتي مش انت بتحب الوك. لا انا بحب الحاجات الواسعه عشان الناس تشوف والله. اللي مش هتاخد غير اثنين. لا لا حط ما يهمكش. يلزقوا في بعض عادي. هي اللي قالت. ودي بتستوي على طول صح. ماشي. هي بس تطحن. اثناء ذلك هعمل الصلصه والله. انا حاطه زيت هحط الثوم. الثوم انت عامله معجون خالص. اديني انا شويه بقى. ليه؟ عاوز اطبخ اهو. انا عايز نفسي يطلع في الاكل. نفسك. هخلي الثوم يبقى لونه اصفر ذهبي. حلو كده؟ اوكسيدي. 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 شامبين لون الشامبين. يا اختي الفاظ جديده مش عارف الحاجات الغريبه اللي بيقولوها دي. طيب الثوم كله هيخلص مع بعضه لا انا جايبه طبق عشان احط فيه اللي هطلعها. والله هو ده. هات لي طبقتين. انا اسف. ولا يهمك. هنحط الصلصه. عارفين دي عامله زي صلصه ايه؟ صلصه البتنجان اللي بخل وثوم. طبعا في فلفل رومي مفروم. هي ما فيهاش بصل؟ مع لا 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 مع الثوم. اقلب على دي بس تقلبتين وهحط فلفل ويا ريت كمان قرن فلفل حذاء كده لذيذ. هي على فكره مش مهم تتحمر قوي بس دي تتسب. لا 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 هنشيلها من هنا بعد ما تتحمر. هحطها في التسبيكه تك 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 مع بعض يعني تاخد غلوه
وتتغرف وتتزوق بالبلدي. طب يلا نعمل كده. تتاكل ساقعة ما ساعة. تتسخنش تاني اهو. يلا. ايوه اول مره اشوف حاجه كده. طبعا برضو انت مش اي اي. لا 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 ولا زي زي. لا لا, لا. ولا كل قطي يتقال له ايه يا منامينو. يا منامينو. هنسيبها بس شويه صغيرين وبعدين هغرفها في طبق التقديم وازوقها بالبقدونس وتتاكل في ساندويتشات عيش بلدي, تتاكل مع مكرونه بيضه متشوحه. بعيد بعيد عشان الطقم الجديد بتاعك ده لسه جايبها مش الفلان. بعيد بعيد بعيد. انت قفلت؟ اه. طيب الجاكيته بيضه وانت لابسه ابيض. اتخري اتخري خلاص. اتخري اسمعي كلامي. لسه؟ طب نشيلها كده احطها. لا خليكي ماسكاها. طيب ده ايه الغلب ده؟ حطيها على الرخامه. حطيها على الرخامه. اي حد يقول لك حاجه تصدقيني؟ قلت لك يا منامين وسيبيها شويه. معلش طب هسمعك اغنيه؟ طبعا. ونرجع نعمل البونتي اسبانيا؟ يس البونتي اسبانيا. ماشي حط بس الصلصه. عايزين نتسلطن يا استاذ حسام. يلا بينا. انا النهارده مبسوط منك عمال تفاجئني في حاجات حلوه كده. لا مبروك يا حسام. الله الله يبارك فيك. ايوه ما بشوفوش بعد بقى معيد. آه ما شاء الله. طب احنا نسمع بقى دلوقتي ايه جزء من امل حياتي لست ام كلثوم. يلا مزيكا يا اولاد بعديها فاصل. ايوه بقى رجعنا لكم مره تانية. هنعمل البونتي اسبانيا. يس بونتي اسبانيا ولازم تبصوا لفوق يعني حد يعملها يقول انا عملنا بونتي اسبانيا. اسمها بونتي اسبانيا. اه وانتوا بتقولوها تفتفوا كده بس عشان لابس الكمامه فمن الحاجات مش طالعه. ده في ناس بتلبس كمامه شفافه وتفتف. يا خرابي انا قلت ما انت جبتي لي واحده. ما بلبسهاش. طب تقعدي تفتفي فيها؟ لا 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 خلاص ما لبستهاش خالص. لا عشان ايه؟ ما عجبتنيش. دي كاتمه الصوت. بتعمل صدى صوت. بتعمل صوت تحس ان انت ايه كان فضائي. مش حلوه. لا انا قلت لك كده وانت اتقمصتي وقال جابت لي هديه قال ما البسهاش ليه؟ مش على قد انا مش جايبه له حاجه على قد المقام ولا ايه؟ طبعا انا قلت كل ده. ما انا عارفه شيشي قالت لي على فكره دي كل مره تكلمني بعد الحلقه تقول لي انت قلتي ايه. تقول كله. صبرك عليا. حتى قالت لي سبب لبسك في الفستان ده النهارده ايه؟ ايه هو؟ لا خلاص بقى بعدين خلي الطبق مستور. ماشي نبتدي. البونت اسبانيا. البونت اسبانيا. بصي لفوق وانت بتقولي البونت اسبانيا. البونت اسبانيا عشان التفتفه تبقى فوق. يلا فطيره الذره الاقتصاديه. هي فطيره؟ هنقول عليها كل الاسامي. بسيسة البونت اسبانيا. ماشي. كوبايتين ونص سكر. 4 كوباية دقيق عادي و4 كوباية دقيق ذرة أبيض. كوباية زيت، كوباية سمنة، 8 بيضات، معلقة كبيرة بيكنج باودر، فانيليا، عصير برتقال حسب العجن، وبشر برتقال، وزبيب لل نص كوباية زبيب ممكن. خلاص؟ الدقيق الدقيق الذرة يكون دقيق أبيض، نمرة واحد. هنبتدي نعمل. هتضرب بالمضرب. هنحط السمنه
هنحط الزيت. سمنه وزيت. اه ما هي ما شاء الله. تمن بيضات؟ لا البيض لسه. ماشي. هنحط السكر. انا بحب احط سكر سنترفيش بقى اللي هو الخشن. ما هو في غيره؟ لا في البودره. لا هنحط في اسبانيا سكر بودره مثلا. تيجي الزيت هنضرب دول مع بعض يا شريف. اهو ايدك ليكي وجعتك. لا 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 بس يبقى لونهم يبيض شويه. كمان نص دقيقة عشان نص دقيقة؟ أنت عايزة كل أنت عايزة كل السكر ده يروح يدوب صح؟ يعني أه طبعاً في بيتنا. لا ما تقربيش مني كده عشان الكورونا. ما أنا أهو برضه اتأخر شوية. أه؟ هناك أولاً أولاً أنا عندي مناعة وما بعديش. طيب الشر بدأ بعيد. مش جايز انا اللي عندي؟ لا بعد الشهر انت لابس لابس الكمامه على طول ربنا يشيء. لا 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 مش حاجه حلوه. ليه يعني عادي هي مرض زي كل الامراض. ايوه بس ليه يعني؟ ما تخوفيش الناس اللي شايفيننا دلوقتي وعندهم بسكوتي بقى. ما عادي لا يعني. لا 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 ما تخافوش. انت جات لك اهوت زي الحصان. خلوا بالكم بس. زي ولا عطست عطسه اصلا. كلمتها ولا اعراضك ايه من امير بقى ولا خايف بقى ترد عليا بقى قبل بقى انا كويسه قوي قوي مفيش اي حاجه انا ولا جالي حراره ولا كحيت ولا نفيت ولا عطست انا مش قلت لها اه تقوم تخوفني وتقول لي روحي شوفي الرئه. ايوه ايوه في سنك وانا انا مش خايف عليك. ايه سني ده؟ طب ما الصغيرين برضه بيجيلهم اي حد. اه اي حد يا جماعه. لا مش اي حد يروح يشوف الرئه في حالات معينه. يلا طيب. انا مش دكتور بقى ماليش دعوه. نحط البيض. اه مش عايزين نلخبط. مش عايزين نفتي. اه دقيقه واحده بس يا شيخ ثواني. هحط الفانيليا. هعملهم بس مع بعض. اه هحط بقى ايه بشر برتقانه. مع الباتي اسبانيا بتبقى فظيعه. اه بصوا بقى ريحتها حلوه قوي. دي البسيسه؟ يس خلاص كده؟ اه وبعدين بعد كده هنخلط هو لسه؟ الدقيق بقى. يا لهوي كل ده دقيق؟ اه اربعه واربعه. ليه يعني مش فاهم؟ بتعمل كميه اقتصاديه للعيله كلها. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انا هحطها في صينيه. مش هتاخد الكميه. ممكن تعمليها على صينيتين. كل واحده من 25 ل 30 سم. طب نزلي بقى دقيق ده. طب انا مش فاهم ايه الفرق بين ده وده. ده دقيق الذره. اه نو تو دقيق. يس وده دقيق العادي. تدي ايه حبه كده وحبه كده. ادي حبه انا احطش. ايوه برافو عليك. ايوه حبه كده وحبه كده. وهنحط البيكنج باودر معاه. فرشه كده وفرشه كده. اهو 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 اهو. احط بقى ده. حطي. هو طبعا ما تاخدش ضرب كتير. اي دقيقة. كنت ده بقالي ساعة عمالها هزق فيها. مين؟ دي. اه. شوف بلدي. شريف انت انا مش معاك خالص والله. هو واضح. حابس يركزي. ركز في شغلي. ما هو ده شغلك. ده ضرب. ده ضرب. بقولي بقالي ساعة بضرب فيها. طيب. ده مش شغلك. الله. 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 الله واحد. يلا. حط شويه كمان. واستنى هعمل لك حاجه لطيفه. استنى استنى استنى. طول كل ده ما تاخدش ضرب كتير. بعد كده استنى يا شريف عشان انزل لك كده. يلا يا بابا. يلا بابا. يلا يا ماما. يلا ماما. انا عاوز اضرب بايدي بعد كده. ايش؟ انت تموتي في الحاجات دي. استنى بس ما نحط كل ال اوكي. ده خد بالك احنا بعد كده هنحط لسه عصير برتقال عشان يطريها بقى شويه. برتقال ايوه. نحط بقى هنا اهو. سيبني بقى اضرب بقى. طب اضربها لك ضربه واحده بس. طيب يلا هنحط كده. انا قلت لك يا استاذ افندي يا ابن عم البرتقال. يلا
وانا السنه دي ما اكلتش يوسفندي ولا مره. مره واحده اكلت. ليه؟ الناس جابته لي من الشجره، كان تحفه. مش عارف انا السنه دي ليه ما اكلتش منه، نسيته. ايه هو السفرجل؟ تعرف سفرجل؟ اه دم واحد يبقى كده مش لا دي فاكهه بتقولي عليه ده ما شفتوش. ماشي ماشي سفرجل. لا يا شيخ مش عارفه ده معناه وحش قوي. اولا ده فاكهه سفرجل. فاكهه. في فاكهه اسمها سفرجل؟ ايوه. شوف لنا يا ربا معناها ايه دي. ايوه والنبي يا ربا عاوز اعرف شكلها ايه. سفرجل اديني اعجن بقى. من رايي كده برضه عشان اعرف بقى ايه القوام. ده قبل ما تحطي ايديكي في وسط المضرب لازم تشيلي القوام. صح. احنا نخاف على ضوافرك فاهمه؟ يعني اسره الطرابيش انت عارفه نخاف عليهم جدا. اسره عريقه جدا. انتوا من كام سنه؟ يعني طرابيشي باشا ده من قد ايه؟ مش عارفه والله يا شريف. على فكره احنا عرق منكم. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان احنا اصلا من قبل اختراع الطرابيش واحنا موجودين. انتوا يا دوبك مع الطرابيش، يعني الطرابيش دي من 200 سنه، قبل 200 سنه ما كانش في طرابيش. لا يا حبيبي بقى تعال. تعال يا ماما. الطرابيش دي موجوده من ايام الايرانيين. الايرانيين احنا مالنا بالايرانيين؟ انت يعني حاجه قديمه. هو الايرانيين موجودين لغايه دلوقتي، ما فيش في ايران طرابيش. لا لا لا، الطرابيش دي موجوده وكان ليها اسم كده. من كام سنه؟ من 200 سنه؟ من ايام العثمانيين. العثمانيين قعدوا عندنا كام سنه؟ قعدوا زي ما قعدوا، بس هم ما هم من 200 سنه. يعني من ايام محمد علي لما جه تقريبا. أيوة. 1805 كان موجود قبل كده الطرابيش. ب 100 سنه؟ يس. احنا بقى من قبلكم بكتير يا سيدي. اهلا وسهلا بيكم. نعم. اتفضل حط لي هنا. هنحط الزبيب. يلا. حبه حبه. ورينا صورته لو سمحت. هنوريكي بقى صوره السفرجل عشان بعد كده ما تقعديش تفتي وتقولي حاجات غريبه. السفرجل فاكهه صح يا ربا؟ طلع كارثه سوداء. طيب يلا. مش عارف بقى هيعدوا الحلقه دي ليكي ولا هيشيلوني. براحتهم انا مدام جيت. ورينا كده يا ايه يا ازاي يا مؤمن كده؟ انا اقول ايه يا عسكري شوف لك حل. يلا يا شريف. ده بجد؟ طبعا الكميه كبيره يا جماعه عشان دي بترمي. صدق كده ايه في ايه طلع ايه؟ طلع فاكهه. لا نوع من انواع الفاكهه. ايوه حبيبي. هو بين الليمون الاضاليا والجوافه. والله تاكليه وتبقي من السفرجله. بسفرجله مسفرجله. يلا بس لسه 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 هنحط كل ده؟ لا تقريبا. لا ده طلعت البانت اسبانيا دي حاجه صعبه. مش سهله دي. كميات. دي هتعمل كام صينيه قلتي بقى؟ بتعمل صينيتين كل واحده 25. اعملوا بانت اسبانيا وبيعوا. يلا يا طماح. لا دي انا عمري ما دقتها والله. انت دقتيها؟ دقتها. دي حاجه قديمه. ها متربيين عليها بابا. لا احنا متربيين على مرامبلس. يا حبيبتي اوه لله. تعرفوا اللي هو ايه؟ المرايل ابو فار ولا عليه مش عارف. عارفينه حبيبي. ياما كلناه. كلتوه فين ده؟ على الدفايه كنا كمان بنشويه. هو هل انتوا كنتوا بتشويه على الدفايه؟ هل كان عندكم دفايه؟ كان عندنا دفايه اللي فيها ابوبه بوتاجاز. شفت بقى؟ عارفاها دي؟ طبعا. لسه عندي على فكره حاططها في المخزن بس ما نستخدمهاش يعني. ماما مره كانت مولعاها فرقعت ونامت وبقى اتسممت. ثاني اكسيد الكربون. مامتك كده توفت في الدفاية؟ لا 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 لحقناها. ماشي. بابا لحقها. ايوه عشان باباكي كان اسمه ايه؟ محمد مكرم محمود. انت منى مكرم؟ منى محمد مكرم محمود 5M. زي ال 4M. يس. امال طرابيشي ده ايه؟ ده نقب العيلة. نقب العيلة. نقب العيلة؟ نبكو طلع على شغل. لا 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 طبعا. يعني ايه نقب العيله دي؟ انا اول مره اسمع الكلمه دي. يقولوا عليه ايه؟ لقب. لقب؟ لقب العيله. ما انا بتكلم بقى فاميلي نيم. عشان تخليني استني استني. لا انا هجيبها هنا. كلام بشوات انت بتقولي. بصوا بقى اهي. بصوا بقى اهي. قالت لك لا نقب. اقول لها نقبكو طلع على شغل. قالت لك فشر. ورينا بقى صوره السفر. بصي بقى ركزي بصي. شفت
هو ده؟ هو ده. انت كنت عارفاه؟ لا طبعا. ده بيتزرع فين يا جدعان؟ ده انا ما اعرفوش ولا عمري سمعت عنه اصلا. والله انقرض؟ انقرض؟ هنيجي نحط كده كل الناس. حاجه عندك انت منقرضه، ما انت من ايام ام عمر. اقربي. هنحط هنا. متخيل انا لو مشاهد اول مره يتفرج علينا ففتح لقيكي لاني بقول كده لسه يا شريف. ما اصبري اصبري، انا عارف بس مش شايفين. طيب في واحد وقع. في حد وقع شفتي؟ عشان يحرم تلاقي الواد واقع. تخيلي حد دلوقتي مشاهد ما عرفناش فتح لقيني بقول لك كده، هيعملوا فينا ايه؟ هيقول عليا مجنون. هيقول يا ست دي ازاي مستحمله؟ طب وليه ما يقولوش العكس؟ لا لا انت ست الستات طرابيشي. هو انت الشنيه كل مره بتعملي شكل؟ طبعا طبعا لازم اغير. هو ده شعرك اصلا؟ لا. ستات 14 20 هم الستات الوحيدين في مصر اللي بيطلعوا يقولوا احنا لابسين باروكه، احنا مش عارف يعني. انتوا جمال لو عندكم ثقه في نفسكم بتفوق الحيطان، عشان كده انا مختاركم. بس خلاص انا احب الناس اللي عندها ثقه. بصوا بقى تخش الفرن قد ايه؟ بتخش الفرن على 180 زي ما احنا عارفين، بتقعد من 35 دقيقة إلى 45 دقيقة. أوكي. تخرج بقى ونسيبها تبرد ونقطعها وناكلها. ميرسي يا نانا. نورتي وشرفت. ربنا ينورك. الشارع. وربنا ينورك. شوف. ها؟ ربنا ينورك. طيب ميرسي يا نمير والله شرفتي وأنستي يعني جدا جدا. الله يأنسك. إحنا بقى نسمع دلوقتي إيه؟ آه قول لي متى أشوفك؟ يلا. للفنان ابو بكر سالم نسمعها واجي نروح الكلينيك للاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز زراعه الطب مزيكا. شوفك يا كامل وصفك، قول لي متى، قول لي ما تسمح ظروفك، قول لي متى اشوفك يا كامل وصفك، قول لي متى، قول لي ما تسمح ظروفك، بنسى قسى الدنيا من ساعة ما اشوفك، قول لي متى، قول لي يا سيدي المظانير. قول لي متى، قول لي ما تعطف وتاتي يا طيف احلامي واغلى امنياتي، قول لي متى، قول لي ما تعطف وتاتي يا طيف احلامي واغلى امنياتي، يا زين انا احبك اكثر من حياتي، قول لي متى، قول لي يا سيدي المظاني. ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله وطلوع النهار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله وطلوع النهار. حيري له باله وغيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله وطلوع النهار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله وطلوع النهار. حيري له باله وغيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة
ابو سنه لولي يا ابو ورده لولي. سو سو ناع بونسوار يا سو بونسوار ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا ابو ورده حمراء. اه شفتي؟ اه نقول لك يا شريف يا ابو ورده يا ابو ورده حمراء. دي كنت جايبها ساعه لما اول لما بدات شغلي في السي بي سي. اه فاكره ما انت كنت معايا؟ اه كنت معاك في لما صوروني الصوره بتاعت البرنامج دي. اه حلوه قوي. دينا نصير اللي كانت جايبها لي. اه شكلها حلو قوي. كروشيه حلو شكلها شيك. انت اللي حلوه. ايه بقى؟ ايه بقى؟ بلغني يا جمهور السعيد جمهور القمر شريف ما تقولش العقل الرشيد. مش احنا قلنا لا لا اعتمد الباقي. لا كيف؟ طيب سكتشي بقى. احنا النهارده هنتكلم عن فارس من فرسان مصر. فارس في المهنه وفارس في الابداع والكتابه. الفارس الضابط الاعلامي الوزير المثقف المصري الكاتب المسرحي الروائي السيناريست كاتب القصه يوسف السباع. كل دول يوسف السباع. وفي كل حاجه اتقن كان شاطر في كل حاجه وكان امور. المهم بقى ايه، يوسف السباعي اتولد في الدرب الاحمر سنه 1917. ابوه كان الكاتب والمترجم الكبير استاذ محمد السباعي، وابوه كان بيكتب مقالات وكان بيكتب قصص وروايات وكان بيترجم وليه كتب وليه مؤلفات كبيره باسمه. يوسف طلع في بيت مليان ثقافه وفن وابداع وكتب، وكان بيقرا مع ابوه المقالات اللي بيكتبها واحيانا ياخدها يوصلها للجرايد اللي هتنشرها لوالده. وبعدين ابوه توفى وهو عنده 14 سنه، فقلق نفسه مسؤول عن اسرته، لكن امه الحقيقه هي اللي وقفت وقالت له انت تنتبه لدراستك وان اشوفك عظيم وتكمل مسيره ابوك وانا هكمل معاك انت واخواتك المسيره. ست جدع زي كل ستات مصر الجدعان انت عارف يعني. فهو اتخرج من مدرسه شبرا الثانويه، وبعدين رغم ان هو كان في المدرسه بيكتب في مجله الحائط وكان بيرسم وكان يعني عنده منتج ابداعي ونشر مقالات ونشر قصص وهو صغير، والدكتور طه حسين نشر له في المجلات اللي كان بيشرف عليها قصص قصيره كانت قصص اسمها اطياف تقريبا. ورغم ذلك اختار اختيار غريب جدا، اختار انه يدخل الكليه الحربيه. فدخل الكليه الحربيه. غريب جدا، بالعكس ده بيدل على وطنيته والتزامه وانضباطه. يعني هو كان المفروض ان هو مؤهل ان هو يدخل كليه الاداب يدرس ادب لانه اديب، لكن ان هو يختار مجال اخر بعيد عن شغفه وعن موهبته ده كان غريب وقتها يعني. فهو دخل الكليه الحربيه واتخرج سنه 37، وبعدين اشتغل مدرس في الكليه الحربيه، وبعدين اتعين مدير للمتحف الحربي اللي هو في القلعه، وبعدين بدا يتدرج في المناصب العسكريه، ويقال ان هو المؤسس الحقيقي لسلاح المدرعات، وهو كان في سلاح الفرسان، كان فارس من فرسان، كان كمان دفعه وزميل الفارس العظيم احمد مظهر يعني، ما برضو كان ضابط فارس يعني. وبعدين بدا يشتغل في المجال الثقافي، اشتغل في روزا اليوسف وفي الهلال، كان مسؤول عن الكتاب الذهبي، اشتغل في عده مواقع ثقافيه، كان رئيس تحرير الاهرام، هو اللي عمل حاجه اسمها نادي القصه، هو اللي عمل اتحاد الكتاب، كان وزير في الاخر خالص سنه 1973 رئيس السادات اختاره، فبراير 1973 رئيس السادات اختاره ان هو يبقى وزير ثقافه. من اهم اعماله كتب مسرح، كتب قصه، كتب روايه، كتب قولنا اهم اعماله ايه؟ رد قلبي طبعا، جفة الدموع، نادية، اسكوريني، يعني تقريبا كل الافلام واهم الافلام المصريه هو اللي كان كاتبها ومراتيبه بعضها يعني هو الحقيقه كان السينما المصريه كانت تعتمد عليه اعتماد كبير جدا في انه كل كتبه تطلع من تحت ايده تتحول على طول، كان اكتر من نجيب محفوظ واحسان عبد القدوس في مرحله من المراحل يعني. الثلاثه دول يا شيخ اما الواحد ما اساميهم تيجي كده الواحد
يتخض. طبعا طبعا حسين عبد القدوس ده يعني اللي هو أسرى السينما المصرية بأفلام محدش هيجيب الأفكار دي تاني. أفكاره فظيعة. نجيب محفوظ دخل السينما متأخر عن الاتنين. صحيح. وأستاذ الراحل إحسان عبد القدوس كان مهتم بالمرأة جدا والحاجات اللي ليها علاقة بالمرأة، يعني حتى الأفلام الروايات اللي اتحولت أفلام كلها حاجات ليها علاقة بالمرأة، بتناقش قضايا المرأة. أنا حرة لا تطفئ الشمس، العذراء والشعر الابيض، كذا حاجه للاستاذ نبيل عبيد، النضاره السوداء، ايه كذا حاجه للاستاذ نبيل عبيد، ما العذراء والشعر الابيض وكذا حاجه غيرها، الراقصه والسياسي، الراقصه والطبال، ارجوك اعطيني هذا الدواء. طبعا طبعا يعني فيوسف السباعي، بعدين هو عمل حاجه اسمها منظمه الافرو اسيويه، وعمل اتحاد كتاب يضم الكتاب الافارقه بما فيهم مصر والكتاب الاسيويين سنه 1900. عشان بس اللي فتح، احنا كنا بنقول اسامي حاجات ليها علاقه بالراحل احسان عبد القدوس كده، بس احنا بنتكلم عن نكمل استاذ يوسف السباعي. حدش يمسك في الف جدع والله. انت هيقولوا لك بيقولوا ايه جهله بقى وتفهم، فلازم كل شويه نوضح. انت مصحصح شاطر. سنه 1978 هو طبعا كان بيحاول ان هو يحدث ثوره ثقافيه في مصر من خلال بينشئ كيانات زي نادي القصة، زي اتحاد الكتاب. فطبعا هو برضو كان في السياسة ليه ضلع مهم جدا. سنة 1978 سافر قبرص علشان يحضر مؤتمر يخص القضية الفلسطينية، وهناك في الفندق قاعد بيشرب القهوة بيقرأ الجرنان، تم اغتياله بطريقة غادرة جدا وغير مفهومة لحد دلوقتي، انه يتقتل في وسط فندق، في اللوبي فندق في قبرص. ما عرفوش مين اللي قتله؟ عرفوا طبعا والله. يعني يقال انه مجموعة من الفلسطينيين اللي مش عاجبهم موقفه او دوره في الاهتمام بالقضية الفلسطينية. ده اكيد الكلام ده هو بعد كامب ديفيد كل العرب كانوا واخدين موقف من مصر، انت عارف طبعا. فكان ده جزء من يعني، بس ده كان جزء عنيف بقى من الرد على. بس المعلومه دي اكيد موثقه يعني، موثقه وموجوده. طبعا يعني هم اللي تعالي نشوف صور ونرجع. يلا بينا، يلا ورونا الصوره. مجموعه صور، ده كان صغير بقى لسه في الكليه الحربيه كده. شوفي جمال الزي العسكري مع 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 جمال وشه. حاجه تجنن. الله اكبر. اللي بعده دي مرحله برضو. اوكي اللي بعده. اوكي ده فرح. ده هو والسيده زوجته. وبعد كده ده هنا ما كبر بقى. ده كبر بقى. اوكي خلاص. أوكي. اخر حاجه تقريبا دي كانت اخر سنه يعني 1978. بس هو مات صغير، ما ماتش كبير، مات 61 سنه. ما صغير طبعا طبعا صغير. فهو مواليد كام قلتي؟ 1917. ومات 18 فبراير 1978. اتعين وزير في فبراير. اتعين وزير في فبراير ومات في فبراير، وتم اغتياله في فبراير. هو شهيد. طبعا. طبعا يعني طبعا مصر كان في مشكله مع الدبلوماسيه مع قبرص بسبب عدم تسليم الارهابيين اللي قتلوه. واتحلت طبعا المشكله فيما بعد، لكن طبعا كان توفى وجي مصر وتعمل له جنازه عسكريه مهيبه حضرها نائب رئيس السادات حينها الرئيس فيما بعد حسني مبارك والمشير عبد الغني الجمصي. وكانت طبعا يعني مصر بكت يوميها على هذا الغدر. طبعا الفارس. هو احنا في الحقيقه مصر دايما بتدفع يعني أسمال. مش عايزين نخش في الحاجات دي عشان احنا ما بنتكلمش في السياسه، مش بنتكلم في السياسه، مش بنتكلم في السياسه، مش مش. طيب ميرسي يا سوسو. قلت كل حاجه ولا لسه في حاجه؟ هو بس ما تقولش يعني اي حاجه فيها سياسه. لا، وطه حسين قال عليه ان هو اسلوبه الاسلوب السهل الممتنع. توفيق الحكيم كان يقول عليه ان هو صاحب الروح المرحه في الكتابه، لانه يعني عارف بقى لما يشهد لك بقى طه حسين طبعا. توفيق الحكيم خلاص هم كلهم فطاحل. طبعا طبعا الزمن الجميل. ميرسي يا سعاد. اشكرك. خلينا دلوقتي نسمع اغنيه فولكلور بتناديني تاني ليه، وبعديها نرجع لكم فاشن شو عرض ازياء مع استاذه ايمي رفعت. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا.
تناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتك، انت خلاص حبيتك، روحي للي حبتي، روحي للي حبتي. انسى خاطرك والقاسية، ولا حب الراح ضحية؟ انسى خاطرك والقاسية، ولا حب الراح ضحية؟ ولا الغريب اللي حبتيه علي، ولا الشوال اللي حبتيه علي؟ هم بهتل في بعضينا ليه؟ روحي للي حبتي، بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتي، ما انت خلاص حبيتي، روحي للي حبتي، روحي للي حبتي. اوبا، روحي روحي روحي. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. اهلا اهلا، رجعنا مره ثانيه. النهارده معانا مصممه الازياء، اول مره تنورنا هنا في أربعة شارع شريف، استاذه ايمي رفعت. اهلا يا ايمي. اهلا يا شريف، اخبارك ايه؟ تمام، كله تمام، بخير. احكي لي كده، دخلتي في عالم الازياء ازاي؟ تمام، انا كنت شغاله اول ما اتخرجت في الميديكال كارير، كنت شغاله. متخرجه من ايه؟ كليه حقوق. حقوق، ايوه. اشتغلت فتره كبيره، وكنت يعني كنت شاطره في المجال، بس كانت دماغي في الفاشن. مش قادره اكمل. باين عليك. كنت بحب الفاشن جدا، بحب الاكسسوري، فدخلت المجال السنه اللي فاتت بجد. كانت أوكي. يعني كانت ماما قالت لي اتفضلي بقى انطلقي، انزلي هاتي الماتيريال وابتدي اعرضي. كنت عملت ريزاين كمان عشان ابتدي. فبس نزلت جبت الماتيريال وعملت اول كولكشن ليا. وكانت طب استني بقى احكي لي، لسه ما كنتيش عارفه اي حاجه ليها علاقه بصناعه الازياء في مصر. أيوة. نزلتي ازاي وعرفتي تجيبي قماشه ازاي وعرفتي تلاقي مكان ازاي يصنع لك وكل ده؟ حاجه صعبه جدا. اول حاجه، اول كولكشن عملته ما نجحش قوي، كنت حامل في بنتي الثانيه، فابتديت على الناس اللي حواليا بس، مش انستغرام، كنت انستغرام بس، كان الناس اللي حواليا بس واصحابي وقرايبي بس. بعد كده وقفت في الفتره اللي انا ولدت فيها، ورجعت تاني السنه اللي فاتت. نزلت
الازهر سوق القماش. ابتديت انقي هناك كل تجار الازهر عندهم حاجات احلى قماش موجود في العالم اصلا. اشتريت خامات وابتديت اصنع. رحت الاول ورشه صغيره عملت الكولكشن. بعد كده لقيت ان الورشه الصغيره ده الشتوي اللي فات ولا ايه؟ ده كان رمضان اللي فات. رمضان اللي فات اوكي. ده في عز الكورونا. ده في عز الكورونا. ما هي ماما اللي شجعتني وقتها. كورونا يا ماما قالت لي لا ابتدي وربنا ان شاء الله هيكرمك. عملت اول كولكشن ليا ناجح جدا. طب كويس جدا. ولقيت وبعتيه كله من خلال انستجرام وفيسبوك. من خلال انستجرام. انستجرام اكتر. وبعدين الورشه الصغيره اللي انا كنت بتعامل معاها ما بقتش مجزيه معايا ان انا اقدر استلم شغلي في الفتره اللي انا محددها. ابتديت اتعامل مع مصنع كبير بقى بيصنع لبراندات كبيره. بس ولسه بتعامل معاه لحد دلوقتي. هو اللي عامل لك الكولكشن دي. اه حلو قوي. طيب بقى نشوف فاصل ونرجع نشوف بقيه شغلك. يلا بينا فاصل نرجع لكم. خليكم معانا. تمام. رجعنا لكم مرة تانية مع إيمي رفعت مصممة الأزياء منورانا النهاردة. والكولكشن الجديدة عملية قوي جدا وسهلة قوي وتنفع أوقات كتيرة من اليوم. وأنت بتفكري تعملي تصميماتك وتصنعي حاجتك بتبقي شايفة قدامك البنت أو السيدة المصرية أكتر أنت بتخاطبي العملية الأمهات البنات الصغيرة كل حاجة كل. بعمل الكولكشن بتاعي ميكس فيه كل الحاجات يعني كل بنت بتحتاج حاجة أنا بعملها بفكر بدماغهم. أوكي. الحاجة اللي أنا بدور عليها بعملها بحس اللي قدامي بحس إن هو يعني ببقى متخيل اللي قدامي بيفكر في نفس الحاجة. وفعلا لما بنزل كوليكشن بلاقي عدد كبير جدا مبسوطين بيه. كل واحد طبعا ليه ذوقه يعني ناس تحب الدريسز ناس تحب السوت فبعمل كوليكشن الفساتين والبدل. فناس بعمل كوليكشن شامل كل الحاجات اللي البنات بتحبها وبتدور عليها. طيب احنا ننزل على الشاشة الفيسبوك والانستجرام. وانت بتقولي انت مهتميه جدا بصفحه الانستغرام اكتر عليها كل الكولكشن. ممكن دلوقتي معانا الفيسبوك اهو الانستغرام عليها كل الكولكشن. ممكن تتواصلوا مع ايمي تعرفوا الحاجه ممكن توصل لكم ازاي الاسعار المقاسات. الناس برضو اللي بره مصر هي ممكن تبعت لكم الحاجات بره في المحافظات كلها طبعا بالظبط. ايوه مصر البيع اونلاين ده بقى اسهل حاجه. جميل قوي. جميل جدا. ايوه جالكوا حط الطوب بالظبط. طيب الكولكشن طبعا حلوه قوي زي ما قلت لك سهله بالزبط. وعمليه وطبعا عندك ميزه انها مش مرتبطه بموضه قوي يعني كل سنه ممكن تتلبس بتغيير عليها اكسسوارز بالظبط او حاجه زي كده بالظبط. والقماشه مصري كلها كتان مصري قطن مصري كل القماشه بس. مين بيساعدك في اختيار الحاجه ولا انت ايدك محدش؟ احمد جوزي. احمد جوزي. انا وهو بننزل مع بعض. انا بختار هو يعني هو ما بيعرفش يختار بصراحه بس بيقول لي ده حلو او لا. اوكي ماشي. يعني انا وهو بنختار مع بعض بختار الحاجات المختلفه دايما. يعني لو في قماشه
متوفره بكثره ما بشتريهاش، منتشره قوي ما بشتريهاش. بس انا بلاحظ برضو حاجه انت ذكيه فيها، انت اغلبيه الحاجات ساده ساده، فمهما القماشه انتشرت مش مهم. بالظبط كده، انت بتلعبي يعني على الموديل. انا بلعب على الموديل، وكمان انا ممكن يطلب مني كميات اوردرات بيجي في وقت بلاقي القماش المنقوش ده خلص. فما بقدرش. خلص او انتشر. خلص او انتشر بالظبط. طيب تعالي نشوف اخر جزء من الكولكشن، يلا بينا مزيكا. الجزء الاخير طبعا ينفع رمضان قوي، رمضان رمضان. أيوة رمضان كمان بطريقه مودرن حلوه ومريحه. بالزبط. انت النهارده شرفتيني نورتيني. ميرسي يا شريف. كل كولكشن وانت طيبه. ميرسي. وكل ما يبقى عندك حاجات جاهزه تعالي لنا على طول. انا يا الاثنين. ميرسي. شكرا خاص جدا لاشكرك، شكرا خاص لايمي رفعت مصممه الازياء على وجودها معانا النهارده. يا رب تكون اتبسطت عندنا في حلقه يوم الثلاث. نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. بكره عندنا عيد ميلاد 10 من اصحابي الصغيرين اللي جايين يحتفلوا بعيد ميلادهم عندنا هنا في 4 شارع شريف. يا رب يتبسطوا عندنا في الشارع. شكرا لكم، باي باي.